يا أصحابي لا تستغيثوا قوما من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقد يقولوا لقومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل بالقوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكثرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم